إنسانية عملها الزملاء في صحيفة الدستور. هذه القصة الحقيقة عملوها في فيلم قصير جدا، يعني بيحمل بشكل كبير جدا يعني مأساة لهذه الطفلة أو هذه الفتاة. أنا هنضم إليّ هاتفيا الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، وهنشوف معاه حالة هذه الطفلة وإحنا بنتكلم. مساء الخير دكتور خالد. ألو ألو دكتور خالد. طيب هنرجع تاني للدكتور خالد، لكن حضراتكم شايفين الفيلم المؤثر للغاية الحقيقة، واللي أنا بحيي الزملاء عليه في صحيفة الدستور. طفلة تحتاج إلى ما يقرب من 5 عمليات جراحية لعلاج عيب خلقي في الوجه. يعني احنا بنتكلم كل عملية هتتكلف حوالي 20,000 جنيه. احنا بنتكلم في كام؟ يعني 100,000 جنيه؟ يعني لا، الدولة تتحمل هذا الأمر. محدش يقول لي رجل أعمال وتبرعات، لا طبعا. انتوا شايفين للأسف نصف وجه هذه الفتاة بهذا اللون الأسود. مساء الخير يا دكتور خالد. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. انا عارفه ان طبعا حضرتك مسافر ومش قدام التلفزيون، لكن حاله الطفله دي هي وجهها نص وجهها اسود بلون داكن للغايه، وفقا لتقارير طبيه والدها بعتها لزملائنا في صحيفه الدستور. تحتاج الى معالجه حوالي 5 عمليات جراحيه يمكن ان تساهم في ازاله هذا العيب الخلقي. تكلفه كل عمليه منهم وفقا لتقرير حوالي 20,000 جنيه. الدولة عمرها كم سنة يا فندم؟ ايه يا فندم؟ عمرها كم سنة؟ لا ده صغيرة جدا، احنا تقريبا بنتكلم في كام؟ 5 سنوات او 7 سنوات، صغيرة جدا. طيب استاذة حضرتك، عندها 3 سنين على فكرة يا دكتور خالد. 3 سنين يعني طفلة، تأمين صحي طبعا، ودي حقها ان احنا نتحمل علاجها كوزارة بغض النظر عن علاجها تكلفته كام او هي محتاجة ايه. بس خلينا مبدئيا بس نعرف يعني حد، يعني هي لو تتوجه لينا يعني نشكل لجنه ونبص عليها نعرف حالتها وتقاريرها الطبيه بالكامل. فاستاذه حضرتك لو حد من الاعداد يوصلني بالحاله او باهلها ونتواصل معاهم، تشرفنا ان شاء الله يوم الاحد. ويعني بوعد حضرتك على الهواء ان احنا هنتكفل بكامل تكاليف علاجها، وان شاء الله الورق ده يبص عليه السيد الوزير يوم الاحد صباحا. انا بشكرك يا دكتور خالد، بشكرك جدا. هنبعت لحضرتك التقرير الطبي، وهنبعت لحضرتك والدها والطفلة كمان في مقر وزارة الصحة إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله. وبشكر الزملاء الأعزاء في صحيفة الدستور والدكتور محمد الباز، لأني تلقيت اتصال منه قبل الهواء وقال لي على هذا الموضوع. ويعني الصور الحقيقة صعبة جدا ومؤثرة جدا. هذه الطفلة ولدت بهذا العيب الخلقي، إن شاء الله بإذن الله تقدم لها الرعاية الصحية وفقا لتأكيد الدكتور خالد مجاهد لنا على الهواء الآن. طيب بس أرجو أن زمايلي يفكروني أن احنا هناخد هذا الميعاد للطفلة من الدكتور خالد ولوالدها، لكن